هعمل بريك للاحداث اللي حضرتك بتحكيها لي دي، وارجع تاني للاحداث بتسلسلها بعد كده. حضرتك المشير الجمصي كان موجود في غرفة العمليات، وحضرتك رئيس خدمت هيئة العمليات. رئيس هيئة العمليات، حضرتك خدمت معاه في الفترة دي، طبعا تقدر تحكي لي ايه عنه. هو كان يطلق عليه اللواء النحيف، وانا كنت زيه برضه في رفعه كده. تمام. يقول لك اللواء النحيف، يعني رفيع، عنده ذكاء كبير خارق، يعني متزن في تفكيره جدا، بيحسب كل حاجة بالدقيقة والثانية والوقت ومين وإمتى وفين، يعني دقيق جدا في العملية، لدرجة إن توقيتات الحرب والإخفاء والبتاع الكلام ده كانت في كراسة معاه، كراسة سموها كراسة المشير أو كراسة الجمسي. الكراسة دي كان فيها كل الدراسات اللي تمت عشان نحدد توقيت الحرب امتى واني ساعه واني يوم واني في اني توقيت. فالكراسه مهمه جدا، وكانت الكراسه دي بخط اليد، يعني مش على فكره، كان كل عملنا بخط اليد، وما لا استخدام لآله كتبه ولا حاسبه ولا حاجه خالص ايام فتره التخطيط للحرب، وحسب اثناء برضه الاداره، يعني تمام. كان كله بخط اليد عشان ما ندخلش اي عناصر تكتب بقى مكنه وبتاع وحواسب والكلام ده كله. فالمشير الجمسي شخصية متميزة جدا 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 في الفكر العسكري، نعم. وكرئيس هيئة عمليات مسؤول عن التخطيط للقوات المسلحة، نجح فيها 100%. مش هو بس، كلكم. طبعا نرجع تاني، عمالين نقول صح 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 في خلال الـ3 أيام، ايوه. وبعدين احكي لي عن لحظة كان فيها نوع من القلق. لحظة القلق عندما تقرر، يعني يوم 8 بالليل، هل نطور الهجوم بعد ما خدنا رؤوس الكباري وعملنا رؤوس، يعني بنسميها رأس كوبري جيش، يعني ضمنا الفرق لبعض وبقت رأس كوبري واحد كده في الجيش الثالث ورأس كوبري كبير في الجيش الثاني. حضرتك ده بعد مرور كام يوم؟ بقى 3 أيام، اللي هو تمام. يوم 6 و7 و8. اتفضل. يوم 8 بالليل بدأنا نفكر، وخدنا مهمة للتفكير، احنا العقل المفكر، نطور الهجوم ونوصل لمرحلة المضايق ولا نثبت عند الخط ده. فخدنا هذا السؤال كضباط تخطيط. طبعا اختلفنا مع بعض، جزء مننا كان بيقول نطور. تمام. ليه؟ على ضوء المعلومات اللي جاية لنا بالنسبة للعدو، ان المنطقة دي ما فيهاش حد، كان عندهم اشتباكات في منطقة الشمال مع سوريا، كويس. لأن سوريا داخلة معانا الحرب بنفس التوقيت، تمام. فكانوا موجهين كل ضرباتهم المضادة وخلافه، وتوجيههم كله كان في اتجاه الشمال. تمام. فإحنا قدامنا الخريطة والبيانات، المعلومات اللي بتجيلنا من المخابرات ومن الاستطلاع ومن الأجهزة دي كلها بتقول إن ما قدامناش الحجم اللي يعني يخلينا نثبت. كويس. فقعدنا نفكر نطور ولا ما نطورش. كانت الغالبية في التفكير في هذا التوقيت الحقيقة أننا نطور ونصل إلى خط المضايق. في نفس الوقت كان في تخوف شوية إن لو خرجنا هنخرج خارج مظلة الدفاع الجوي، والدفاع الجوي هنا بيغطي رؤوس الكباري اللي اتشكلت. وده اعتقد اللي قاله وجهه نظر سياده الفريق سعد الدين الشاذلي. كان رئيس الله اركان، يرحمه. وطبعا بيساهم في هذا، وده اللي قاله ان هو كان متخوف من ان احنا نطلع بالظبط بره الغطاء الجوي. الحقيقه طلعت صواريخ وعبرت وخدت مواقع في الشرق، ولكن كان الموقف فيه نوع من الحساسيه شويه، هل نجازف بالتطوير ولا نتمسك برؤوس الكباري؟ عظيم. وغالب الراي بتاعنا نتمسك برؤوس الكباري وبلاش نطور دلوقتي. فوقفنا من يوم 9 10 11 12، ثم كان موقف سوريا تقريبا على قرب 30 كيلو من العاصمة دمشق. اثنين قائد رؤساء دول، بمعنى معلش دمشق عشان نبقى فاهمين، الجيش الإسرائيلي دخل ايوه على الجولان، لغاية خد ما وصل الجولان ودخل كمان إلى دمشق في اتجاه دمشق. تمام. فجالنا الرئيس السادات وقال ايه الموقف؟
كذا كذا كذا، شرح الموقف، قال احنا لابد ان نخفف الضغط عن سوريا، لابد اننا نستخدم قوات نستأنف بها الهجوم للامام عشان نجذب بعض الاحتياطيات اللي موجودة في اتجاه الشمال الى اتجاه الجنوب اللي هو اتجاه مصر. حصل تردد، نطور منطورش، نطور منطورش، وكان التطوير ده كله في غرفة العمليات. ايوه المفروض يتم التطوير يوم 13، فعلا خرجت الطيران بتاعنا ضرب والمدفعيات ضربت والقوات ما هجمتش لان قادة الجيوش ما كانوش مطمئنين لقرار التطوير، فتأجل قرار التطوير يوم، بقى يوم 14، وفعلا ضرب الطيران ضربة تانية ثم بالمدفعيات، ثم بدأت قوات محددة من كل رأس كوبري انها تتقدم للامام تحدث خسائر في العدو، يظن العدو ان احنا بنتقدم شرقا وهندخل، يبتدي يجذب بعض الاحتياطيات ثم تعود القوات اللي هي طلعت الى رؤوس الكباري مرة اخرى. وده اللي حصل يوم 14 فعلا، ان طلعنا وصلنا، اللي وصل 5 كيلو، اللي وصل 6 كيلو، اللي وصل 3 كيلو، وكنا يعني على قرب من المضايق من ناحية الجدي ومثل اللي هي في الجنوب. وبعدين صدرت الاوامر انها ترتد القوات الى داخل رؤوس الكباري مرة اخرى، وارتدت الرؤوس الكباري مرة اخرى. سيادة اللواء، في اخر لقائي مع حضرتك وفي نفس الوقت في اخر يومنا النهاردة في نهارك سعيد، ايه اللي مش عاجبك وايه اللي عاجبك في الثورة الى يومنا هذا؟ الثورة جميلة جدا، وكتبت في الصحافة، انا بكتب في الصحافة بقى لي مدة من ساعة ما قامت الثورة. مفيش حد ومفيش شك في ان الثورة دي حاجة مهمة جدا جدا لازم نقوم جدا جدا ونجاح، وانا ربطتها بحرب اكتوبر ويعني اتكلمت فيها كل حاجة حلوة قوي. حضرتك كنت قائد تخطيط في غرفة عمليات بنحارب مصر، سوري انا اسف، بنحارب اسرائيل. ايوه، وانت كده شايف غرفة عمليات في جمهورية مصر العربية 2011. كنت سعيد جدا برضو الثلاث اربع ايام الاول، كنت سعيد قوي، الى ان في الاخر بصيت لقيت دخل على هذا المجموع الشريف القيم شبابنا اولادنا اللي كانوا طالعين من عيلتي برضو شباب وراحوا معاهم، وشايف المنظر والصورة جميلة جدا، يدخل عنصر غريب جدا في النص يعمل نوع من الـ يعني بقول ايه، اعاقه لهذا النجاح القوي. وما زال لغايه دلوقتي شغل البلطجه، الثوره عمرها ما كانت بلطجيه، الثوره دول شباب مثقف متعلم لا يهدف الى بلطجه اطلاقا، يبقى اذا البلطجي مين؟ ما هوش من الثوره، بلطجي عدو للثوره، فدخلت بلطجيه. عملية الاعتصامات والإضرابات خدت وقت طويل زيادة عن اللزوم، لأنه النهاردة في خطورة جدا من البلطجية والإضرابات والاعتصامات. أنا بقول عشان الثورة تنجح لابد أن التلات عناصر دول يبطلهم، تنجح الثورة، تحقق مطالب الجماهير في دستور جديد، في حكومة جديدة، في شكل جديد للدولة، ولابد ان نقضي على عمليه البلطجه اللي في الشارع اللي بتسيء للثوره الحقيقه اكتر ما بتسيء لاي حد تاني، بتسيء للثوره نفسها، وقد يستغلها ناس نفوسهم وضيعه في ان هم يضيعوا حلاوه الثوره. ثوره جميله وحلوه، وانا ربطت بين الاثنين تماما زي ما قلت في اول كلامي، تمام، وما زالت حتى الان الثوره لها قيمه كبيره جدا في تاريخ مصر، هيكتب برضو زي ما كتب قبل كده ثورات، قبل كده ثورة عرابي أو إلى آخره، ونجاحات زي ما بنكتب عن 6 أكتوبر. سيادة اللواء عبد المنعم محمد سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله كده يمر السنين ونقعد نحتفل بإذن الله بإنجازات بقى مصر بعد الثورة وبعد إن شاء الله مرور سنين على حرب 6 أكتوبر ورجوع سينا لينا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا مشاهدينا، شاهدين نهارك سعيد، ده كان يومنا النهاردة، وبكرة يوم جديد بعد انتصار أكتوبر وبعد انتصار المصريين في ثورتهم 25 يناير. يا رب نبتدي نبص لقدام، ما نفضلش نبص لدلوقتي في المكان اللي احنا واقفين فيه أو الماضي، نبص لقدام عشان مصر تبقى
للأحسن. نهاركم سعيد.